أخيرا يعني معانا هذا التقرير اللي يعني بيورينا لما المواطنين يكون عندهم مشكلة زي مثلا حاجة تتعلق بالتنظيم إزاي بيقدروا إن هم يحلوها ويحطوا لها قوانين تنظيمية بنفسهم هم اللي بينظموها تحديدا من مواقف السيارات الميكروباص. خلونا نشوف هذا التقرير واسيب حضراتكم معاه ونشوفكم بكرة بجولة جديدة. إلى اللقاء. ركوب المواصلات العامة هي واحدة من أشهر مشاكل الشارع، وخصوصا في الأماكن اللي فيها كثافة سكانية عالية جدا. الازدحام والتلاحم هي واحدة من أبرز المشاكل دي، والحل موجود وعمره من عمر المشكلة ذاتها، وهو النظام. مؤخرا انتشرت ظاهرة جديدة وبدأت الناس تلاحظ أثرها الإيجابية في الميادين والمواقف العامة، وهي تنظيم طوابير انتظارا للمواصلات بشكل عام والميكروباصات بشكل خاص تفاديا للزحام والتكدس ومخاطرهم. دي حاجة كويسة أولا للعنصر النسائي اللي جاي يركب، الناس النسائية اللي جاية تركب هتبقى جاية تركب بمنتهى الأمان ومش خايفة من حاجة، هتدي فرصه لاي حد ان هو ممكن يخش يندس في وسط الركاب ويعمل مشاكل، مش هيعمل مشاكل لان اللي مش اللي هيقف في الطابور هو الشخص المحترم. كان الاول الناس كلها بتهجم على الميكروباص اول ما يجي بدون التنظيم، بدون زي ما انت بتقول حد يقول لهم مثلا لا اقفوا في المكان ده او اعملوا طابور، لا من نفسهم علشان اللي جاي الاول هو اللي ليه الاولويه ان هو المفروض هو اللي يركب. الناس بدات تنظم نفسها وتعمل طابور كده كويس، طابور للرجاله وطابور للستات. والعربيه اللي بتيجي اول عربيه ما تيجي الاول كانت الناس تهجم عليها وكده، فما كانش في ما كانش موجود الكلام ده، كان اللي بيجي الاول هو اللي كان بيركب. تيجي العربيه ال 14 واحد الاولين يركبوا. والله هو النظام حلو، يعني فكره ان انا يعني حد يعني ما يحصلش هجوم، لان لما بيحصل هجوم مثلا حد تليفونه بيقع لا قدر الله، ممكن يكون في حد ينتش حد حاجه من حد، فما بتبقاش حلو. فالنظام حلو، حاجه كويسه وبتحصل عندنا في عبد المنعم رياض، ان الناس تستنى دورها لما بيهجموا على العربيه يكسروا ازاز حد يقع منه حاجه. طبعا شفتها في مكان زي يعني في موقف المؤسسه عندنا في المؤسسه حاليا دلوقتي، في وعي كويس قوي من ناحيه الناس ان هم بيعملوا حاجه زي كده، شفتها وكانت حاجه كويسه جدا. النظام في كل حاجه كويسه، ان احنا ننظم نفسنا سواء في طوابير مواصلات اي طوابير، بس هي حاجه كويسه جدا جدا وبتحافظ علينا من حاجات كتير، ان الستات ما تتزنقش، يعني يبقى في زنقه، يبقى في زحمه، من السرقه، من كل حاجه، وبنركب بنظام وبتحمينا بصراحه، حاجه كويسه جدا جدا يعني. قدرة المجتمعات على وضع نظام ذاتي بدون مسؤول أو مشرف على تنفيذها هو دليل على التقدم والرقي في المجتمعات وقابليتها للنظام. فرح محمد، اليوم دي ام سي.